حابب نبتدي الحلقة النهاردة يعني بالليل كده اتفاجئنا بخبر نيافة الحبر الجليل الأنبا كراس أسقف عام المحلة. نيافة الأنبا كراس الحقيقة كان شخصية مختلفة، شخص تشعر فيه إن أنت لما بتشوفه أو تسمع له عظة أو تقابله كأنك قابلت المسيح، مثال في التواضع عجيب جدا، وكان حلو جدا للجيل الجديد اللي موجود وللشباب ان هم يشوفوا هذا المثال وهذا الرجل الرائع نيافة الأنبا كراس الأسقف العام للمحلة. الحقيقة يمكن سنين أسقفية قليلة، حوالي 7 أو 8 سنين، لكن كان مثال رائع جدا للأب والراعي والأسقف الحنون المتواضع جدا. يمكن صفة التواضع أكتر صفة الناس كانت بتتكلم عنها من امبارح لحد دلوقتي. نايح نيافة الأنبا كراس عن عمر 62 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا اللعين. نيافة الأنبا كراس تاريخ حافل في الرهبنة وفي الخدمة، ده كان وكيل إبرشيط نقادة وقوس من سنة 91 لحد يوم رسابته في 2013، نياحا لروحه الطاهرة، عزاء لكل شعب المحلة وكل محبيه وكل أبنائه، والحقيقة كمان لكل شعب إنا، وخاصة إبرشيط نقادة وقوس ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن. يعني خدمة رائعة وخدمة عظيمة جدا، يعني ناس كتيرة كانت كاتبة امبارح لسه بدري، يعني هذا الرجل العظيم كنا نحب نشوفه كتير ونسمعه أكتر، ولكنها يعني إرادة الله. كان حتى نيافة الأنبا رافائيل كان كتب امبارح كده كلام جميل، يعني فقال له أنت كنت حلو بزيادة. يعني فهو الحقيقة التعبير حلو قوي كمان، إن هو كان فعلا هذا الرجل حلو بزيادة. ربنا يناح نفسه، ربنا يعزي الشعب المحلة، ربنا يعزي الكنيسة كلها. ونيافة الأنبا كراس الحقيقة دايما بنتكلم كده عن أبائنا اللي بينتقلوا، مش بس يعني بيبقى حزن الإبرشية ولا ولاد الكنيسة، لكن بيبقى حزن للكنيسة كلها، وحزن ليس كالباقين زي ما الكتاب قال، لكن حزن للفراق، حزن من كتر محبتنا لأبائنا والارتباطنا بيهم ولوجودنا لوجودهم في وسطينا وإحساسنا بالأمان دايما وهم معانا. يمكن الأنبا كراس قبل انتقاله كان قال رسالة كده لشعبه كان بيطمنهم عليه وللكنيسة وبيقول لهم ما تقلقوش أنا هبقى أنا كويس وهبقى كويس بسرعة، وكان بيشكر فيها الأطباء اللي تعبوا معاه، أطباء المحلة وعنايتهم ورعايتهم ليه من ولاده. لكن الحقيقة لما الواحد فكر كده في أنا كويس وهبقى كويس بسرعة، هبقى كويس بسرعة دي ممكن تبقى ليها معاني كتير. من وجهة نظرنا واحد يقول أنا هبقى كويس حاسس أنه هو بيتعافى، حاسس أنه صحته أفضل، لكن ممكن أنا هبقى كويس وبسرعة دي من وجهة نظر ومن إحساس الأنبا كراس كانت أنه هيتعافى من الجسد ومن ألام ومتاعب الدنيا، وشايف أن خلاص بقى يعني جهدته الجهاد الحسن. مرة تانية ربنا يعزي شعب الكنيسة كلها ويعزي كل أبنائه ونياحا لروحه الطاهر. قداسة البابا امبارح في بيان ليه على الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال يعني قداسة البابا تودروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة الحبر الجليل والأسقف المبارك نيافة الأنبا كراس الأسقف العام الذي غادر عالمنا الفاني وانطلقت روحه إلى فردوس النعيم تاركا وراءه رصيدا زاخرا من الخدمة البازلة والعمل الرعوي الأمين. لقد تمتع نيافته بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه، فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين. نثق أن له الطوبى من الله بحسب الوعد الإلهي، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. خالص العزاء لمجمع كهنة إبرشيط المحلة الكبرى وشعبه وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه. ربنا يعزي قداسة البابا وكل الأحبار الأجلاء وكل شعب إبرشيط المحلة. يعني برضه هعود وأكرر تاني، كان خادم بشكل مختلف، خادم بشكل مختلف. هو كان أعتقد كده أنه كان شايل جوه قلبه أن اللي يشوفه كأنه قابل المسيح، اتضاع حقيقي
اتضاع حقيقي، مش اتضاع شكلي، اتضاع حقيقي. في صور كتيرة جدا 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 بنشوف نيافة الأنبا كراس وهو الأسقف يقبل إيدين كاهن ويقبل إيدين شاب، ويعني احتضان للشباب. أنا لسه شايف فيديو للأنبا كراس كنت بفرج عليه زمايلي، أنبا كراس وهو بيلعب مع الأطفال كده كورة تقريبا في شارع ولا حاجة. فيعني كان رجل بسيط جدا، متواضع جدا، محب جدا، وحينما يتكلم وحينما يعظ، لما يمسك المايك ويعظ يعني ما ينفعش تسرح يمين ولا شمال، ضروري جدا هتسمع كل كلمة اتقالت منه، لأن تشعر ان هي خارجة من القلب، وتشعر ان هي الكلام اللي هو بيقوله موجه لكل واحد بيسمعه. الحقيقة كان ربنا مديله نعمة كبيرة جدا جدا في نعمة الكلام والعظة والكلام الخارج من القلب. حقيقة هنفتقده، وهنفتقد عظاته، وهنفتقد كلماته، وهنفتقد النموذج للأب والراعي والمعلم كما ينبغي أن يكون. البساطة، البساطة دايما بتخلي الواحد يبقى قريب من الناس قوي ويدخل قلوبهم. وسيدنا كان بسيط، بساطة الأطفال، عشان كده في كل كلامه وفي كل توجيهاته وفي كل عظاته كان قريب من قلوب الناس كلها. الحقيقة الناس كلها كانت بتحبه، بترتاح وبتحس بسعادة وبتحس بأبوة كبيرة جدا. يمكن احنا عمالين بنكرر، لأن احنا بنطلب دايما تعزيات السماء، فراق الناس اللي احنا بنحبهم بيألمنا وبيوجعنا، فكلنا أكيد محتاجين ربنا يعزينا ويطبطب على قلوبنا كلنا. ميعاد الجنازة برضو عشان نأكد، ميعاد الجنازة هتبقى بكرة الجمعة إن شاء الله الساعة 12 الظهر في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في حضور طبعا قداسة البابا وعدد كبير من الأباء الأحبار الأجلاء، وطبعا أكيد هتبقى مذاعة على الهواء مباشرة على شاشة سي تي في. الكنيسة كلها بشعبها بتودع رجل عظيم وأب جميل جدا جدا هو نيافة الأنبا كراس.